مظبوط اه تمام يا دكتور. تمام. لو ال طيب، انا ان شاء الله اسمي حسام حجازي، انا اللي هدرس لكم الكورس بتاع البروجكت مانجمنت. المفروض ان الكورس بتاعنا اللي احنا بنعمل البروجكت مانجمنت ونستخدم فيه الابليكيشنز بتاعت الكمبيوتر. طيب، في يعني دايما مقدمه كده انا دايما بحب ادردش فيها مع الطلب قبل ما نبتدي الكورس نفسه، انه ندخل في محتوى الكورس كتوتال. اول حاجه ان احنا شغلنا سيفل انجينيرنج، فانت بتعمل بيلدينج لاي حاجه في حياتك. اهم حاجه انك انت لما تيجي تعمل بيلدينج دي، اعمل بيلدينج للفيوتشر بتاعك، سمعتك وحياتك والكلام ده. ده بيعتمد على السكيلز اللي انت حضرتك بتتعلمها خلال 5 سنين، وبعد كده السكيلز اللي انت بتشتغل بيها. فدايما حاول انك انت تستفيد بكل حاجه انك انت خلال دراستك ال5 سنين لحد ما تخلص الدراسه بتاعتك. تمام. طيب، انا كسيفل انجينيرنج انا ليه بدرس كورس بروجكت مانجمنت؟ الصوت مش واضح يا دكتور. بقول لكم انا كسيفل انجينيرنج انا ليه بدرس كورس بروجكت مانجمنت؟ ممكن تسجل المحاضره يا دكتور؟ يا دكتور تسجل. نعم تسجل المحاضره. سامعني؟ دكتور سامعني. ممكن تسجل. تمام. ممكن تسجل المحاضره يا دكتور؟ بتتسجل المحاضرة. أنا كسيفل انجينيري بدرس ليه كورس بروجكت مانجر. سامعني ولا؟ سامعين حضرتك يا دكتور. طيب أنا عايز إجابة. لا إحنا عايزين بس ناخد إجابة مع بعضينا. انت ليه بتاخد كورس بروجكت مانجمنت وليه بروجكت مانجمنت باي كمبيوترز؟ احنا بعد كده هنعرف ايه علاقه الكمبيوترز بالبروجكت مانجمنت، بس احنا دلوقتي في مرحله البروجكت مانجمنت نفسها. انتوا المفروض خدتوا كورسات قبل كده بروجكت مانجمنت، صح؟ طيب احنا ليه بقى بندرس بروجكت مانجمنت؟ تمام. تكلفة. تمام. وبرضه عشان اعرف امشي المشروع ايه اللي المفروض يبدا قبل ايه وانظم ال اختار يا دكتور نوع العقد اللي هتدي بيه. تمام. وانا يا دكتور عموما لازم ابقى خطه ماشي بيها علشان الشغل بتاعي يبقى منظم، ابقى عارف ايه اللي هيبدا الاول وايه اللي هيبدا الثاني، بحيث المشروع بتاعي ما يحصلش تداخل بين الشغل فالدنيا تبوظ معايا. ممتاز. بحدد الانبوت والاوتبوت بتاعي، يعني انا هجيب ايه، امكانيات، معدات، سيان يعني اللي هشتغل بيه، بحدده عشان اعرف انا يعني هعمل ايه، فبالتالي بحدد وقتي ودنيتي تمشي ازاي. تمام. كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط وجميل جدا. كانجينيرز الانجينيرز كلهم بيدرسوا بروجكت مانجمنت. كسيفل انجينير ان هو يدرس بروجكت مانجمنت، لما اكون انظر الاقتصاد العالمي اللي 50% من الاقتصاد العالمي رايح ناحيه الكونستراكشن، يعني الكونستراكشن بس لوحده بياخد 50% تقريبا من الاقتصاد العالمي باشكاله بقى، طرق وكباري ومباني وكل حاجه. انت عشان تحمل اي دوله انت لازم تقوم الانفراستراكشر بتاعتها. طبعا شويه مش واضح لما يكون بصوا على الاقتصاد عن بعد تلاقوا ان 50% من الاقتصاد العالمي رايح ناحيه البروجكت مانجمنت، رايح ناحيه الكونستراكشن. اقتصاد الدول اغلبها رايح ناحيه الكونستراكشن. فطبعا لقوا ان اهم حاجه ان الناس اللي بتطلع من السيفل انجينيرنج دول يبقوا اكتر ناس ملمين بكورسات اللي هي ليها علاقه بالمانجمنت والكونستراكشن. طيب ليه البروجكتس دي هي الهارت بتاعت الانجينيرز؟ هي بتعمل ايه للانجينيرز؟ ايه العلاقه ما بين كلمه بروجكتس وما بين انجينيرز؟ هم الانجينيرز بيعملوا ايه للبروجكت؟
كلنا شايفين السؤال اللي مكتوب تحت ده؟ تمام. الانجينير، ايه علاقة الانجينير بالبروجكتس؟ ايه العلاقة ما بين كلمة انجينير وما بين بروجكتس؟ هما الانجينير دول دورهم ايه في المشاريع؟ المهندسين دول اللي بينفذوا المشاريع دي، هما اللي تمام بيعمل ايه؟ هو المهندس بينزل يشتغل بايديه؟ لا، هو بيشرف على الموضوع، بيشوف الموضوع ماشي بالطريقة الصحيحة ولا لا. نعم، بيدير. يعني ايه بيدير؟ هو بيعمل ايه؟ ايه دور المهندس في خلال المشاريع؟ ان هو بيحط الخطة وبيشرف على. تمام. المهندسين دورهم في المشاريع اول حاجة ان هو بيعمل سولف للبروبلمز، بيحل المشاكل. لو اي حاجة بتقابل الناس بيرجع للمهندس. في دايما حاجات الحاجات التكنيكال او الحاجات في التنفيذ او الحاجات اللي لها علاقه بالسكيدول او الحاجات اللي علاقه بالكوست، هو دوره هو ما اشتغلش بايديه بس بيحل مشاكل، بيعمل مانج للريليشن شيب الستيك هولدرز بتوع المشروع مع بعضيهم. هو بينسق الكلام ده مع بعضيه، بيشوف مين يروح فين ومين يكلم ايه ومين ما اعرفش ايه، ولو انا عندي مشكله اعمل ايه والكلام ده كله والحاجات دي. بيعمل ميك للديسيجنز، هو اللي بياخد القرار. لو في اي حاجه لها علاقه بالمشروع هو صاحب القرار. طبعا كل واحد على حسب دوره في المشروع، فحسب القرار اللي هو بياخده على حسب الدور اللي هو موجود في المشروع. المهندس الصغير حاجه، والبروجكت الكبير البروجكت مانجر الكبير حاجه، الراجل المانجر سواء لها علاقه بالكوست او البلاننج او السايت مانجرز، المانجرز دول ليهم دور، والانجينيرز عاديين لهم دور. كل واحد بياخد قرار على حسب السكوب بتاعه في المشروع. الكوميونيكيشنز ما بين التيمز مع بعضيها، التيم بتاعه او التيم مع التيمز الاخرى، بيعمل كوميونيكيشن مع الكلام ده. التنسيق، لو انا عندي في مشروع بيبقى فيه المهندس المدني والميكانيكا والكهرباء والكلام ده كله، الناس دي بترتبط مع بعضيها ازاي؟ ده الكوميونيكيشن بتاعت التيم مع بعضيها. تمام. طيب الانترودكشن للبروجكت مانجمنت. اول حاجه يعني ايه كلمه بروجكت؟ يعني ايه بروجكت؟ انا عندي بروجكت مانجمنت وعندي كونستراكشن بروجكت مانجمنت. يعني ايه بروجكت ويعني ايه بروجكت مانجمنت؟ وايه الفرق ما بين البروجكت مانجمنت والكونستراكشن مانجمنت؟ يعني ايه كلمه بروجكت؟ لا لسه. يا باشمهندسين نشيل دي. يعني ايه بروجكت؟ سامعين يا شباب ولا سامعين حضرتك يا دكتور؟ مستنيين بس حضرتك تشرح لنا. هو بروجكت يعني مشروع، المفروض المشروع ده بيتكون من كذا بند، كل بند متقسم من جوه الماتيريال وكوست يعني. طيب تمام. هو تكملة على كلام الباشمهندس ان هو بيتقسم لكذا بند وكل حاجة دي علشان ابني حاجة جديدة، يعني اعمل منتج جديد. تمام. طيب احنا كلنا ظهر عندنا الصفحة اللي فيها مكتوب من فوق كلها What is project صح؟ تمام. البروجكت كان فيه اكتر من هيئه عملت تعريف ليه، في منهم البي ام بوك جايد اللي هي تبع البي ام اي، وفي الهارفارد بزنس ريفيو، عملوا كذا تعريف. احنا دمجنا التعريفين وقلنا ان البروجكت ده عباره عن حاجه مؤقته. الحاجه المؤقته دي يعني دورها ايه؟ اول حاجه ان هو حاجه بتقدم خدمه او بتقدم برودكت او بتدينا ناتج. الحاجه الثانيه لها بدايه ولها نهايه، ما دام مؤقته يعني لها بدايه ولها نهايه، حاجه تمبرري، بتبتدي امتى وبتنتهي امتى، ففي تايم فريم عندي. بيستخدم سبيسيفيك للريسورسز بتاعته. الريسورسز اللي هستخدمها، انا هستخدم معايا معدات، ما استخدم معايا من باور، استخدم معايا تولز معينه، استخدم معايا ماتيريالز معينه، دي كلها حاجات في الـ في الـ في الـ في, في للبروجكت. الحاجات دي بتتنفذ الكلام ده اللي انا اطلع البرودكت بتاعي او السيرفيس بتاعتي او الريزلتس بتاعتي طبقا لمواصفات معينه، يعني احقق الاوبجكتيف بتاعي بس طبقا لمواصفات معينه. المواصفات دي بتقع تحت كوست معين، ليه بادجت معين انا بشتغل فيه.
انا والله هنفذ الكلام ده بقد كده قد كده. ده ممكن يقول لك مثلا والله عندي مشروع ب 100 مليون، فانا عندي حاطط 100 مليون لتنفيذ المشروع، تنفيذ المشروع ده من لسه من يوم كذا ليوم كذا. الاوبجكتيف بتاعي انا في الاخر عايز اعمل مبنى سكني، عايز اعمل مبنى اداري، عايز اعمل كوبري، عايز اعمل طريق، الكلام ده كله. بستخدم ايه الريسورسز اللي انا استخدمها وايه السبيسيفيكيشنز اللي انا هنفذ بيها، والكلام ده في الاخر انا بعمل طريق او بعمل منتج او بعمل مصنع او بعمل مبنى سكني او الكلام ده طبقا للكلمه بروجكت. فهو في الاخر انا بعمل شويه اكتيفيتيز عشان اوصل الاوت كام بتاعي. الاوت كام ده نتيجه لسبيسيفيك للريسورسز معينه ونسبه لسبيسيفيكيشنز معينه عشان اوصل في الاخر للاوبجكتيف بتاعي. الاوبجكتيف بتاعي ده ممكن يبقى عباره عن برودكت او سيرفيس او ريسورس. تمام يا شباب؟ طيب ده يعني بروجكت. يعني ايه بروجكت مانجمنت؟ البروجكت مانجمنت ده قال لك البروسيس اللي انا بطبقها باستخدام عندي النولج والسكيلز والتولز والتولز والتكنيكس علشان اقدر احقق الاوبجكتيف بتاعي او اشوف الريكويرمنتس بتاعت المشروع بتاعي. تمام؟ ده يعني بروجكت. يعني ايه بروجكت مانجمنت؟ نيجي بقى الفرق ما بين كونستراكشن مانجمنت وبروجكت مانجمنت وبروجرام مانجمنت. هو انا لو عندي كونستراكشن مانجر وبروجكت مانجر، هو مين الاعلى كبوزيشن، البروجكت مانجر ولا الكونستراكشن مانجر؟ ليه؟ بالظبط كده، ممتاز. ان الكونستراكشن مانجر الكونستراكشن دي جزء من البروجكت، يبقى البروجكت بيبتدي ما قبل كده. البروجرام بقى قال لك ده عباره عن مجموعه بروجكتس مع بعضيها، انا عندي اكتر من مشروع، يبقى ده بروجرام مانجمنت. بروجرام مانجمنت يعني انا لما يقول لك ده والله ده البوزيشن بتاعه بروجرام مانجر، يعرف ان هو ماسك اكتر من مشروع. بعد كده عندي بروجكت مانجر، بعد كده تحتيه الكونستراكشن مانجر. تمام؟ يبقى الكونستراكشن ده هو ليه دور بالجزء بتاع الكونستراكشن بس، اما البروجكت مانجمنت ده بيشمل المشروع من اوله لاخره. ودلوقتي هنعرف يعني ايه بدايه ويعني ايه نهايه للمشروع. احنا كله ده بنأهل للي احنا ندخل على الحاجات الاساسيه اللي احنا هنشتغل فيها. يبقى الكونستراكشن مانجمنت ده بيعمل مانجمنت وكنترول بس للكونستراكشن فيز، اللي هي بيبقى فيها السيفت وفيها التايم وفيها البادجت، بس ليه جزء الكونستراكشن بس. من مسؤولياته الريسبونسبيلتيز بتاعته ان هو بيبقى الكواليتي والانفيرمنتال اللي هي الهيلث والسيفتي، الناس بتوع السيفتي، الكوست سواء السكيدول والجزء بتاع اللي داخل فيه العقود الداخليه بس في حاجات معينه، ولو في اي حاجه ليها علاقه بالجزء بتاع الكونستراكشن. اما البروجكت مانجمنت، البروجكت مانجمنت ده بيركز على كل الحاجات بتاعه المشروع، الديزاين بقى والكونتراكتس و بعد كده الكونستراكشن، بعد كده الاوبريشن، كله ده بيركز عليه. يعني الجزء بتاع الديزاين والكلام ده من ضمن مسؤوليات البروجكت مانجمنت او في داخله في سكوب البروجكت مانجمنت. طيب البروجكت مانجمنت بقى بروسيس او فيزز، ايه البروجكت مانجمنت فيزز؟ قال لك دي بتتكون من 5 فيزز طبقا للبي ام بوك اللي هي تبع البي ام اي، اللي هم اول حاجه الانشيتنج، وبعد كده البلاننج، بعد كده الاكسترولنج، بعد كده المونيتورنج او الكنترول، بعد كده الكروزنج. ابتدي اول حاجه البدايه اللي انا اعمل ديفلوبنج للبروجكت تشارتر بتاعتي، اعمل ايدنتيفاينج للستيك هولدرز، مين الاونر ومين الكونتراكتور ومين الاستشاري ومين معرف المجموعه اللي هم الناس الكبار دول، بعمل التعريف ليهم وتفاصيل ليهم بحيث ان انا اشوف المشروع بتاعي هيمشي ازاي. تمام؟ هبتدي اشوف الجزء بتاع البلاننج. انا بقى بعمل بلاننج لايه؟ هو انا بعمل بلاننج لايه في المشروع؟ دكتور بعدين حضرتك، هو ده ثالثه مدني، منهج ثالثه مدني بس بس ده كله انترودكشن، ده انترودكشن لثالثه مدني. تمام، بس كنا المحاضره فاتت وقفنا تقريبا ازاي هنحسب مسائل بتاعت الكوست، الدايركت كوست والاندايركت. هنرجع تاني للجزء ده، هنرجع تاني ليه ما تقلقش. تمام يا شباب، شكرا. ما حدش رد عليا، انا بعمل بلاننج لايه؟ تكاليف المشروع مثلا. تكاليف المشروع ايه تاني؟ مراحل تنفيذ المشروع. بعمل ايه تاني؟ يعني ايه بلاننج لمراحل تنفيذ المشروع؟
تمام. طيب تمام طيب انا بعمل بلاننج لكل حاجه في المشروع، بمعنى كل حاجه، اي حاجه بعملها، حتى مرحله الديزاين، حتى مرحله الديزاين بتعملها بلاننج. بتعمل بلاننج في ايه؟ انت بتعمل بروجكت بلان، السكيدول بتاعك لكل حاجه، الكوست لو لكل حاجه، الريسك اللي انا بيبقى موجود عندي، لو انا عندي الستيك هولدرز المانج والكوميونيكيشن، الكوميونيكيشن بتاعت الستيك هولدرز، اللي هو الجزء بتاع البلاننج ده اللي احنا هنتطرق ليه في الجزء بتاع الثالثه مدني ده، هنتطرق للجزء بتاع حساب الكوست وازاي بنحسب الكوست والكلام ده والحاجات دي. هنرجع تاني علشان نعرف بس ان احنا لما بنعمل حاجه أنا يعني نبقى عارفين احنا بنعملها ليه، يعني لما نيجي ناخد الكوست وانا بعمل الكوست امتى وفي انهي مرحله وامتى المراحل واعمل الكوست ازاي. فاحنا عايزين نعرف شويه الاساسيات وبعد كده ندخل في الجزء بتاعنا. فانا عايز اطمن ان شويه المعلومات دي عندكم، عشان كده انا بديكم انترودكشن للكورس بتاعنا. طيب بعد كده مرحله التنفيذ. مرحله التنفيذ بقى انا بشوف اللي انا اتفقت عليه وعملت له بلاننج وتمام والعهد بتاعي، هبتدي انفذ الكلام ده. فانا بشوف الورك بتاعتي، بشوف طبقا للكواليتي اشورنس، بعمل المانج للبروجكت تيم، بعمل الكوميونيكيشنز بتاعتي، بشوف النسيسري للريسورسز بتاعتك. طبقا للريسورسز اللي موجوده بنعرف نعمل بعد كده الكوست بتاعنا والتايم والكلام ده كله. بعد كده كنترول، ما دام ما في بلاننج يبقى في كنترول. اي حاجه بعملها بلاننج يبقى انا بعمل كنترول. تمام؟ ده لازم اساسي. طب لو ما فيش، يا وانا بعمل بلاننج وما عنديش كنترول وبدخل انفذ، ايه توقعاتكم للمشروع؟ اكيد مخاطر المشروع هتبقى اكتر، وممكن او يتنفس اصلا او نسحب سنين كمان. صح كده؟ صح تمام كده. يبقى انا عندي، عشان نبقى بس فاكرين مع بعضينا، انا هناخد الجزء ده هنتطرق للكوست وبعد كده هنتطرق للجزء بتاع الكمبيوتر. فانا في مرحله البلاننج انا بعمل كوست، بعمل بلاننج للكوست، بعمل استيميشن للكوست. هناخد مع بعضينا ان شاء الله بعد كده اللي احنا نعمل كنترول للكوست اللي احنا عملناه ده. يبقى انا عندي بلاننج، عندي الكوست ده بعمله بلاننج وبعمله كنترول. فاحنا عندنا ازاي الاول نتعلم مع بعضنا ازاي نعمل استيميشن للكوست، بعد كده ازاي نعمل كنترول على الكوست بتاعنا وايه النتائج اللي احنا نوصل لها. خلصنا الكلام كله يبقى احنا عملنا بعد كده كلوز اوت للبروجكت وخلصنا البروجكت بتاعنا. دي البروسيس بتاعه البروجكت مانجمنت بتاعتنا. تمام. يبقى انا بحتاج اعمل الكلام ده اللي انا بعمل في الاول، وبعد كده بعمل كنترول وما عند مرحله التنفيذ. طيب هنشوف مع بعضنا بعد كده لما بنيجي ندخل في البروجكت لايف سايكل بتاعتنا، بنحتاج نعمل برضو حاجات للكوست. بس ازاي اللي انا اعمل، ايه الفرق ما بين الكوست اللي انا بعمله في مرحله البلاننج الاستيميشن، وايه الفرق ما بينه وما بين الكوست اللي بتعمله في مرحله الفيزيبيليتي ستادي، وايه الفرق ما بين اللي انا عندي كوست على مدار المشروع بتاعي بعمل له استيميشن ازاي. طيب الكلام ده كله بعمله كنترول ازاي. ده اللي ان شاء الله هيبقى سكوب الكورس بتاعنا. طيب يبقى البروجكت مانجمنت بروسيس بتاعتنا، انا عندي اول حاجه البدايه بتاعتي، بعد كده عندي البلان بتاعتي والتعاقد والكلام ده اللي هي تحت بند اللي هو البروكرمنت، وبعد كده عندي التنفيذ بتاعي، عندي الكنترول بتاعتي، بعد كده الكلوز اب. طيب الكونستراكشن بتاعتي في انهي مرحله من المراحل دي؟ احنا كلنا شايفين التشارت اللي قدامنا، كلنا شايفينه. تمام. فين الكونستراكشن هنا؟ يعني احنا زميلنا كان قال ان الكونستراكشن ده جزء من البروجكت، فالكونستراكشن مانجر تحت البروجكت مانجر. ده كلام مظبوط جدا. فين بقى الكونستراكشن هنا؟ ده في الدياجرام ده. ايوه اللي هي المرحلة الثالثة. ممكن المرحلة الثالثة هنا بقى بتيجي مرحلة الكونستراكشن فيز اللي انا بيبقى فيها التنفيذ نفسه وفيها الكنترول. طيب قال لك ارتباط ان الكونستراكشن فيز دي بيبقى فيها البروجكت كنترول علشان اتاكد ان انا ماشي في الخط المستقيم، الخط بتاعي اللي انا محدده. طيب لو انا عندي اي مشكلة في المشروع برجع اعمل ري بلاننج، ارجع اعمل ري بلاننج علشان اطمن ان انا عملت اتشيف للبروجكت اوبجكتيف بتاعتي، اللي انا اطمنت الحققت الاوبجكتيف بتاع المشروع بتاعي. تمام خلاص انا خلصت التنفيذ وتمام مظبوط في مرحله الكنترول، ما دام ما في تنفيذ في كنترول رايح جاي مع بعضي. تمام بعمل الكلوز اب بتاع المشروع. تمام. طيب البروجرام مانجمنت بقى قال لك لا انا بشتغل بس على حد كبير او شويه، اللي انا بيبقى عندي مجموعه من المشاريع.
انا بشتغل على مجموعه من المشاريع، فده اسمه البروجرام مانجمنت. تمام. طيب الفرق ما بين المانجمنت والليدرشيب، ليه احنا الكورس بتاعنا اسمه بروجكت مانجمنت ما اسموش بروجكت ليدرشيب؟ ايه الفرق ما بين كلمه مانجمنت وليدرشيب؟ بما ان احنا بندرس كورس بروجكت مانجمنت، الفرق ما بين الاثنين؟ طب ينفع الكورس بتاعنا اسمه بروجكت ليدرشيب ما اسموش بروجكت مانجمنت؟ هو ممكن عشان يبقى فيه وارد ان هو بيبقى فيه تغيير في الحاجه وكده، يعني الحاجه ما بتبقاش ثابته طول المشروع، يعني ممكن يحصل فيها تغيير. طب ايه الفرق ما بين الاثنين دكتور؟ هو المانجمنت المفروض ان هي اداره وتقسيم تقسيم، يعني كل واحد هيمسك ايه بالظبط، لكن الليدر شيب بيبقى هو بيقود حاجه معينه او بيقود بند معين من ضمن البنود مثلا. دكتور المانجمنت بيعمل بلاننج والليدر شيب بينفذ. تمام. طيب المانجمنت ده الراجل تكنيك، هو ينفع انا اتخرج مهندس اقول ان انا هنزل اشتغل في الموقع ماليش دعوه بقى بالديزاين والكلام ده والحاجات دي؟ ينفع اعمل كده ما دام انا سيفل، يعني انا مهندس موقع سايت انجينير، ايه علاقتي ما بين الجزء التكنيكال؟ ينفع؟ وايه السؤال معلش؟ بقول لك انا راجل سايت انجينير. فاهم يا دكتور؟ الايه؟ حد كان بيتكلم. بقول لحضرتك لازم ابقى فاهم كل حاجه علشان لو في مشكله اقدر احلها، مش بالظبط مبقاش فاهم حاجه بقى دكتور انا في مشاكل مش هعرف احلها. تمام. يبقى هنا بقى يجي الفرق ما بين المانجمنت والليدرشيب. المانجمنت ده الراجل اللي هو اللي بيشتغل تكنيك، الراجل فاهم عنده يقدر عنده التكنيكس اللي يقدر يشتغل بيها، يقول ان المشروع بتاعك ده يتنفذ، بيعرف يعمل سكادول للمشروع، يعرف يعمل تشارت، يعرف يعمل مانج للبيبل في التايم بتاعهم، يعرف يعمل فوكس على الاوبريشن بتاعته، يعرف يحل مشاكل. اما الراجل الليدرشيب ده راجل محفزاتي، يعني مش عايزين نقول انك انت ايه يلا شباب يلا هوب يلا ربنا معاكم، بس انا لو عندي مشكله مش هعرف احلها. يعرف يتعامل مع الناس، يعرف يعمل كوميونيكيشن مع الناس، بس لو عندك جزء تكنيكال، لو يعرف يعمل سكيدول، لا ما يعرفش يعمل سكيدول، يعرف ما يعرفش يعمل الكلام ده، ما عندوش الجزء التكنيكال ولا الاوبريشن ولا ان هو يوصل لحل مشاكل، بس يعرف يعمل كوميونيكيشن مع الناس، يحفز الناس كده يعني. ده الفرق. فانا ما ينفعش الكورس بتاعنا يبقى اسمه بروجكت مانجمنت بروجكت ليدرشيب، لازم يبقى اسمه بروجكت مانجمنت. احنا مهندسين مش ناس محفزاتيه يعني، فاهمين؟ تمام. طيب الكونستراكشن بقى، ايه علم الكونستراكشن ده؟ الكونستراكشن ده قال لك الابلكيشن اوف ارت اند ساينس، انت بتخاطب زي ما بقول لك الارت والساينس كده. لما جوا عملوا برج دبي كان صوره انك انت بتعمل دعايه لدوله كامله اكتر منه انك انت تعمل برج. ما انا ممكن مكان البرج ده اعمل 5000 برج ويبقى ارخص من البرج نفسه، بس اللي انا باجي اسحب عل الناس كلها عندي. الكونستراكشن ده برضو بيبقى فيه جزء كبير دينجرز، خطير، شغله فيه خطر. انت عشان توصل على مستوى شغال، شايف انتوا شايفين شكل التاور اللي فوق البرج ده خالص، الناس اللي فوق دي شغاله ازاي او بتشتغل ازاي، موضوع فيه خطوره شويه. لازم يبقى انت عندك اورجنايزيشن للكلام ده، بتعرف تعمل اورجنايزيشن للحاجه بتاعتك. لازم يبقى فيه تنظيم في علم الكونستراكشن، انك انت بتيجي تستخدم عندك النولج والاكسبيرينس عشان تقدر تعمل كنترول للانفيرمنتال بتاعتك، انك انت الحاجات اللي ليها علاقه بالبيئه ومش البيئه. ودلوقتي كلنا احنا بنسمع عن السستينابيلتي والليد والحاجات اللي ليها علاقه بالبيئه والانرجي والكلام ده والعالم كله والخطه وخطه 2030، كلام كبير جدا ليه علاقه بالبيئه والكلام ده. فالكونستراكشن جزء كبير جدا من الحاجات دي كلها، دي حاجات في الكونستراكشن. طيب انا بقى انواع المشاريع بتاعتي، انواع المشاريع هنا بيجي عندها تفاصيل ما بعد كده، انك انت ازاي تعمل بلاننج للكلام ده، سواء كوست او تايم او كنترول على الحاجات دي. انواع المشاريع بتاعتي اللي هي الكونستراكشن، يا اما ريزيدنشال بيلدينج، يا اما كوميرشال وي انستتيوت بيلدينج، يا اما الهيفي والسيفل والهاي واي كونستراكشن، او يا اما الاندستريال كونستراكشن.
يا اما بيقول لك انت عندك المشروعات الريزيدنشال بيلدينج اللي هي المشروعات التقليديه العاديه يعني بانواعها، يا اما عندك الكوميرشال الحاجات اللي هي بتبقى التجاريه المولات والكلام ده، يا اما المدارس والجامعات، وهنا بتختلف الامور. طيب ايه الفرق ما بين ان المبنى سكني او المبنى تجاري؟ هيختلف في ايه؟ فان كنت ثالثه مدني بقى وبتاع، هو اختلاف المبنى ان هو سكني او تجاري يختلف في ايه؟ تمام ماشي، في الديزاين. هو ده ما يختلف ديزاين، يبقى هيختلف اي توابع ليه. تمام. بعد كده عندنا بعد كده عندنا الهيفي او السيفل او الهاي واي اللي هي المشروعات بقى الطرق والكباري والحاجات دي والدامز والتانلز والكلام، وعايم المشروعات يقول لك مشروعات صناعيه اللي احنا بنسميها بره مشروعات ميكانيكا، يقول لك ان مشروع كونستراكشن في كده في بتاع 5000 مهندس مدني، بس في الاخر هو المشروع احنا بنقول الاولويه الميكانيكا، مشروع ميكانيكا. ثانيه واحده شباب. ماشي يا شباب معاك. طيب الكونستراكشن بروجكت كلاسيفيكيشن، انك انت بتصنف المشروعات البروجكتس دي بتصنفها على اي اساس؟ يا اما بنصنفها طبقا للنوع المشاريع زي ما احنا قلنا الفاسيلتي بتاعته بيلدينج او انفراستراكشر او اندستريال او سبيشال بروجكت، يا اما طبيعه المشروع مشروعات تكراريه او مشروعات مش تكراريه. يعني انتوا خدتوا حاجه عن المشروعات التكراريه ولا ما خدتوش؟ خدتوا حاجه اسمها لاين اوف بالانس؟ لا يا دكتور. نعم طيب اللاين بالانس دي بعلم اللي انا بستخدم، خدتوا بريزيدنت دايجرام صح؟ الارو دايجرام خدتوه؟ لا يا دكتور لا. خدتوا البريزيدنت دايجرام او الارو دايجرام؟ الايه؟ ايوه بتكلم على الكورس بتاع تانية مدني. ما هو اتلغى يا دكتور عشان ابحثه كده فما حدش شافه اصلا. طيب ايوه طيب تمام ماشي، لو جات لنا وقت اللي احنا ممكن لازم الحاجات دي عشان انا اقدر اعمل كوست فلازم ابقى اعرف اعمل. طيب ممكن نربط الكلام ده مع بعضيه لو حتم لو في وقت هيسعفنا نقدر نعمل الكلام ده ان شاء الله. طيب فتصنيفات المشروع لاين اوف بالانس ده تكنيكس من ضمن التكنيكس بتاعه البلاننج اللي انا بعمل مشروعات تكراريه. انا عندي طريق، الطريق ده 100 كيلو، فانا ال 10 كيلو الاولانيين زي ال 10 الثانيين زي ال 10 الثالثين كده. طيب انا باجي اعمل بلاننج للكلام ده ازاي؟ ده اسمه بنستخدم فيه التكنيكس بتاعه اللاين اوف بالانس اللي هو المشروعات التكراريه، يعني ال 10 كيلو بيتكرروا بنفس الاكتيفيتيز بتاعتهم، انا عندي خمس ست بنود موجودين فبيتكرروا على مدار مثلا 20 مره، كل مره مثلا ب 10 كده يعني. بعد كده طريقه التنفيذ بتاعتها طبقا للتعاقد او طبقا للتخصص والكلام ده. بعد في عندي بقى الكونستراكشن كونتراكت، انا ممكن بيبقى تصنيفه يقول لك ان المشروع ده كوست بلس او لام سم او تيرنكي او بي او تي او كوست بلس، ايا كان المشروع بتاعك طبقا لنوع العقد بتاعك. في تصنيف تاني يقول لك بقى طبقا للتايم، المشروع بتاعي ده اكتر من 5 سنين، اقل من 5 سنين، اقل من 3 سنين، طبقا للتايم بتاع المشروع. في حاجات بقى بيجي طبقا للكوست بقى اللي احنا ان شاء الله هنتطرق ليها باستفاضه في الكورس بتاعنا. طبقا للكوست انك انت المشروع بتاعك ده يقول لك ميجا بروجكتس، لارج بروجكتس، طبقا للحاجات دي ميديوم بروجكت، لو والله حد بيستخدم في حاجات سمول بروجكت وخلاص فلل وعمارات والكلام ده، ده طبقا ليه. طبقا بقى للريسك بتاعت المشروع نفسه، المشروع ده والله لا الهاي ريسك، المشروع ده ميديوم ريسك الكلام ده، او طبقا للنيد بتاعت البروجكت، المشروع بتاعك ده والله حاجه كوميرشال، حاجه بابليك، حاجه ما اعرفش خاص، حاجه سبيشال، طبقا للنيدز احتياجات المشروع نفسه ايه. ده طبقا للكونستراكشن بروجكت كلاسيفيكيشنز. لو يجي واحد يقول لك والله انا طول عمري شغال في مشاريع ميجا بروجكتس، يعني ايه ميجا بروجكتس اصلا؟ فاهم؟
كده يعني. فلازم تبقى عارف والله احنا المشروع بتاعنا لم صم. يعني ايه مشروع لم صم؟ هو هنا صنف المشروع وقال لك لم صم. يعني ايه لم صم؟ المشروع بتاعنا ده والله مشروع تكراري. يعني ايه تكراري؟ مشروع سكني. يعني ايه سكني؟ المشروع بتاعنا والله ده الدوريشن بتاعه كبير. يعني ايه الدوريشن بتاعك؟ ليه التصنيف اتقال في الحته دي؟ هنا بقى بتختلف الامور مع بعضيها. ثانيه واحده يا شباب. الفانكشن بقى بتاعه المشاريع، انا لما اجي اطلع اشتغل فين؟ فلما اشتغل فين دي او اشتغل على ايه، او انا ايه الحاجات اللي انا بعمل لها مانجمنت، فلازم اعرف الفانكشنز بتاعتي. من ضمن الفانكشنز بتاعتي في حاجه اسمها كوست كنترول، في حاجه اسمها استيميتنج. فانا هنا بعمل استيميت وبعمل كوست كنترول. تمام؟ في طبعا حاجات تخصصات تانية كتير، فاحنا الكورس بتاعنا هتغطي اللي انا اعمل استيميتنج للحاجه اللي هو الجزء بتاع البلاننج او الجزء في الفيزابيلتي ستادي، وبعد كده بعمل كنترول على الكلام ده. تمام؟ في طبعا وظائف تانية بيبقى لها دراسات تانية وتخصصات تانية، والحاجات دي من ضمنها السكيدولنج المفروض ان انتوا خدتوه في تانية مدني. طيب ايه الفرق بين ايه الفرق ما بين مرحلة اللي انا ده بيتعمل له مانجمنت، يعني من فراكشن اندستري دي بتعمل مانجمنت، والكونستراكشن اندستري بيعملوا مانجمنت. ايه الفرق ما بين المانجمنت هنا وما بين المانجمنت هنا؟ وكل واحد فيه ليه بداية وليه نهاية واسمه بروجكت. قال لك البروسيس بتاعتنا في حاله لو انت بتتكلم عن التصنيع، انت بتعمل ديزاين وفابريكيشن للبرودكت بتاعك او لليونت بتاعتك. تمام؟ عملت ديزاين والفابريكيشن بتاعتها، بتيجي تحط الحاجه بتاعتك في الانفنتور بتاعك، المخزن بتاعك، تعمل لها ستور، وبعد كده بتوزعها، وبعد كده بتشوف الفول بيمنت بتاعك. قال لك في مرحله الكونستراكشن بروسيس، لا هنا في عندك بريمنت ديزاين، وبعد كده الفاينل ديزاين، وبعد كده الكونستراكشن، وبعد كده البروجكت بتاعك جاهز ان هو يبان او يظهر على ارض الواقع، ان هو يرجع العائد بتاعه. وهنا الامور بتختلف طبقا للمرحله اللي انت فيها، بتتوقف عندك الكوست بتاعك. قال لك انك انت بعد المرحله الاولانيه، ان في حاله التصنيع انك انت ان المنتج بتاعك خلاص ظهر وجاهز ان هو يتباع. اما المرحله بتاعه انك انت بتنتهي من المرحله الاولانيه اللي هي البريمنت ديزاين، انت جاهز انك انت تتكلم مع العميل بتاعك علشان تاخد الفاينل ديزاين بتاعك يتوفى عليه وتدخل في مرحله الكونستراكشن. فبعد لحد ما مرحله الكونستراكشن ما بتنتهي، المشروع بتاعك لسه ما ظهرش على ارض الواقع، يبتدي العائد بتاعه ما بعد الكونستراكشن. طيب انا لو عندي مشروع زي المشروع اللي قدامي ده، محطه كهرباء، ايه الفانكشنز بتاعتي انا كمهندس، واللي انا محتاج والمحتاج اللي انا استفاد بيه، الفانكشنز اللي تبقى معايا، والسكيلز اللي انا عايزها، يعني ايه الحاجات اللي انا بعملها هنا كانجينير، وايه السكيلز اللي انا محتاج اللي انا اتعلمها قصادها. ده محطه كهرباء تحت الانشاء، يعني كونستراكشن بروجكت. ايه يا شباب؟ انا عشان ابتدي محطه كهرباء زي دي في الصحراء، انا بعمل ايه؟ مشروع في الصحراء، انا محتاج اعمل ايه؟ باشمهندسين، ببتدي الاول من تحت خالص، من اول البنيه التحتيه. تمام. ببتدي امشي واحده واحده من البنيه التحتيه، ثم بقى اللي هو الاساسات والقواعد وهكذا، ثم يعني ببتدي ان انا عمدان، او مثلا عندي كونستراكشن بعمله معين، وليكن بقى مخازن او وليكن مبنى هكذا يعني. تمام. طيب انا الفانكشنز بتاعتي، انا اقول بعمل اول حاجه البريبيشنز والريفيو للشوب درونز بتاعتي علشان اشوف اللوحات اللي انا هنفذ بيها. بعد كده بشوف الكونستربيلتي بتاعتي والسيكونس ستادز، انا هنفذ ايه ازاي وهتنفذ ولا لا. الفاليو انجينيرنج، اشتغل على علم الفاليو انجينيرنج، اشوف البدائل، علم دراسه البدائل، ايه الحاجات اللي انا هعملها. وبعد كده عندك الاريكشن دايجرام بتاعتك والبروسيدر بتاعت التنفيذ نفسه،
والسيرفي واللي اوت عمال المساحه. ففي مقابل كده كانجينيرز انا محتاج بقى اتعلم ايه، ابقى عارف السيرفي، اعرف استراكشر ديزاين، اعرف الحاجات بتاعت الكاد دروينز الدرافتنج، اعرف السبيسيفيكيشن بتاعتي او ليه الحاجات اللي سواء المتخصصه زي الميكانيكال والريكتيكال والكيميكال والانفيرمنتال، اي حاجه متخصصه الحاجات دي انا محتاج ان انا اعرف الكلام ده واعرف السبيسيفيكيشنز بتاعتها. تمام. طيب ده اكسرسايز، انا عايز بقى اراء، نقرا السؤال واللي عنده اجابه يقول. كلنا شايفين الاكسرسايز اللي قدامنا؟ مكتوب اكسرسايز 1. ايه بقى الاجابه؟ حد عنده راي؟ دي دي في حد قال دي. حد عنده راي تاني؟ لا هي قول كل هو تقريبا سي يا دكتور. سي. حد عنده راي تاني؟ دي. حد عنده رأي تاني؟ لا هي على ما أظن السي بس. طيب هي دي. تمام. كلمة بروجكت اكزامبل للبروجكت الاي تي ده بروجكت، البتاع اللي كان بتعمل ديزاين بروجكت، انك انت بتعمل نيو برودكت ما ده بروجكت. تمام. عشان كده قلنا في حاجه اسمها البروجكت لو في حاله تصنيع او التدريس. التو كي اليمنتس اوف بروجكت مانجمنت، المانجمنت والليدرشيب. ده كلام صح ولا غلط؟ كويس. ايه كويس دي؟ صح ولا غلط؟ لا فولس. فولس غلط. فولس. مش كانش اختيار ثالث كويس ده يعني. معلش. فولس. طب احنا لو رجعنا للسلايد بتاعتنا بتاعت الجزء ده هتلاقي على الجنب كده بيقول لك الكي المنت اوف بروجكت مانجمنت، انا عندي مانجمنت وعندي ليدر شيب، ففي فرق ما بين الاثنين. هدول الكي المنتس بتاعت بروجكت مانجمنت، ان يبقى في مانجمنت انك انت بتعرف تعمل تحفيز للناس وتعرف تعمل اتصال للناس اللي هو الليدر شيب، وفي نفس الوقت انك انت بتعرف التكنيكال وتعرف تحل مشاكل والكلام ده. دول الكي المنتس بتاعت بروجكت مانجمنت، فالاجابه ترو يعني. طيب في قبل كده ترو فولس برضه. دور البروجكت مانجر ده ان هو الليد للتيم والكريت للفيجن بتاعتك والكيت للستيك هولدرز، كلام كتير جدا، والبادجت والسكوب والكلام ده صح ولا غلط؟ ده دور البروجكت مانجر، بيعرف الحاجات دي كلها طبقا للسكوب بتاعه. ده ترو ولا فولس؟ اكيد ترو. اكيد ترو. حد عنده راي تاني؟ طيب السؤال الرابع هي ترو فعلا. السؤال الرابع الاثنين صح، بس انا فيهم الاصح. بي. حد عنده راي تاني؟ حد يفتح الباب. الاولين ولا التاني؟ ايه هي الاثنين صح او هي فعلا ايه هي الاصح يعني. تمام. طيب الاجابات انا منزلها لكم يعني، ده المودل انسر بتاعها. تمام. البروجكت لايف سايكل، انا علشان ادخل اعمل كوست هعمله في انهي مرحله وهعمل ايه، فانا لازم اعرف البروجكت لايف سايكل بتاعتي. انتوا عندكم فكره عن ايه البروجكت لايف سايكل ولا ما عندكمش؟ عشان نتكلم مع بعض بصراحه. عارفين يعني ايه بروجكت لايف سايكل؟ لا. نعم؟ لا. لا.
يعني نشرح ولا نسأل؟ لا اكيد نشرح، ما اعرفش حاجه بصراحه. ما نعرفش حاجه، نسأل ليه؟ صح. طب يعني ايه بروجكت لايف سايكل؟ دورة حياة المشروع، يعني ايه دورة حياة المشروع؟ مين قال لنا؟ يعني المراحل اللي بيمر بها المشروع ممكن؟ ايوه حلو، ايه هي المراحل اللي بيمر بها المشروع بتاعي؟ انا لو عايز اعمل مشروع بيبتدي ازاي وينتهي ازاي؟ ايه المراحل اللي ممكن يمر بها مشروع؟ مين قال انا؟ كان في حد كان بيجاوب في الاول اسمه محمد حسين وبعد كده اختفى مش عارف راح فين. تخطيط وتصميم وتنفيذ. تخطيط وتنفيذ تمام، تصميم تصميم ويخلص مشروع كامل حاجه على ارض الواقع. تمام. البروجكت لايف سايكل بتاعتي اللي هي مراحل المشروع بتاعي. وفي هنا مدرستين. يا اما اول مدرسه بتقول لك انك انت عندك اول مرحله اسمها الكونسبت او الفيزيبيليتي، المدرسه الثانيه بتقول لك المرحله دي اسمها فيزيبيليتي ستادي، انا بسميها فيزيبيليتي ستادي. المرحله الثانيه اللي في مدرسه ثانيه بتقول لك ان المرحله الثانيه عندي اللي هي بيمر بعد ما انا بعمل الفيزيبيليتي ستادي باجي الانجينيرنج والديزاين، انا بعمل شغل الانجينيرنج والديزاين والكلام ده. الثانيه مسمينها الديزاين ستيج او البلاننج ستيج. بعد كده البروكرمنت التانيين مسمينها الكونتراكت او الكونتراكت سيلكتنج. في بعد كده الكونستراكشن، هنا برضو الكونستراكشن اللي في مدرسه بعد بيقول لك لا انا عندي في بعد كده مرحلتين هي ستارت اب وبعد كده اوبريشن، لا بيقول لك ايه كوميشننج على طول. دي بيظهر بالشكل ده، بيجي يقول لك اول حاجه انا بمشيهم بالشكل ده، مرحله الكونستراكشن بتاعتي بنهايه مرحله الكونستراكشن بيبتدي المشروع يشتغل. يعني بنتهي انا من مرحله الكونستراكشن بيبتدي المشروع بتاعي يشتغل. فدي الحاجه اللي بالنسبه لي. بعد كده مرحله الاوبريشن دي بقى بتبقى فيه ناس ثانيه شغالين عليها اكتر. يعني ايه بقى الكونسبت او الفيزيبيليتي ستادي؟ انا بعمل ايه في الفيزيبيليتي ستادي؟ قال لك بتشوف الماركت ستادي، الانفيرمنتال ستادي، بنشوف الايكونوميك، وهنا بيجي الجزء بتاع الكوست. انا باجي هنا الجزء بتاع الكوست، انا هنا في جزء كوست بشتغل عليه او الفاينانشال استادي. بعد كده التكنيكال استادي. في كل مرحله من دول، في كل حاجه من دول انا باجي اربع حاجات اساسيين في كل حاجه بعمل فيه، بشوف الماركت استادي، بشوف الكاستمر تايب والكاستمر نيدز، هو عايز ايه وعايز يوصل لايه والكلام ده، والفلوس اللي موجوده معاه والحاجات دي. بشوف الانفيرمنتال نيدز، يعني يجي واحد يقول لك والله انا هعمل برج 20 دور 50 دور في مدينه زي الشروق، طب الشروق اصلا اخرها خمس ادوار، يبقى الانفيرمنتال ما بتسمحش. الليجل هنا القانون بتاع البيئه ما يسمحش، كليجل ما ينفعش. تمام. والله انا هروح اعمل مثلا مول مثلا ولا حاجه في الصحراء، مين هيروح لك مول في الصحراء؟ لازم يبقى في حاجات سكنيه، فده ما ينفعش. بعد كده بشوف الايكونوميك والفاينانشال ستادي بتاعتي، بشوف الكوست بتاع الايكونوميك اناليسيس، لو في ريسك اناليسيس، بشوف الحاجات اللي ليها علاقه بالكوست. بعد كده بشوف التكنيكال انجينيرنج ديزاين، بشوف الكوست استيميشن بتاعي، اشوف الايكوبمنت تايب اللي انا هستخدمها انترناشونال ستاندرد. ممكن واحد يقول لك والله ما اعرفش انا عايزك تعمل لي ما اعرفش ايه بمواصفات حاجه، تيجي تقعد تعمل لها الديزاين، يا ديزاين ما ينفعش. اي نعم هو بدا بفكره، يعني هو المشروع يبتدي بفكره وبعد كده بتشوف الكلام ده. فاحنا بنشوف من الاول في الفيزابيلتي ستادي او مرحله الكونسبت اند فيزابيلتي ستيج دي، بنشوف ان المشروع اصلا ينفع يتعمل ولا ما ينفعش يتعمل. ينفع وما ينفعش طبقا للاربع بنود الاساسيين بتوعي، الماركت ستادي، الانفيرمنتال او الليجل، الايكونوميك او الفاينانشال ستادي، التكنيكال ستادي. لقينا المشروع ينفع بندخل بعد كده لمرحله البلاننج. تمام. بعدها نشوف مرحله الديزاين. طيب بقى الديزاين والبيد، يعني انا عندي الديزاين ستيتس والبيد ستيتس، هو انا هنا بعمل ايه وهنا بعمل ايه؟ الديزاين دي بشوف النيد، بشوف هو عايز يعمل ايه. اما في البيت اول حاجه بشوف البيت باكج بتاعته كومبليت، انا البيت بتاعتي موجوده قدامي. الديزاين بشوف بعد كده الكونسبشوال ديزاين، انا بشوف هو عايز يعمل ايه، وبعد كده بشوف الكونسبشوال ديزاين او البريمنت ديزاين، الديزاين الاولي اللي انا اشتغل عليه. اتوافق على الديزاين الاولي ده خلاص خد ابروف، نبتدي نشوف البريمنت ديزاين بتاعنا، خلاص تمام نشوف الفاينل ديزاين. يعني انا بشوف الكونسبت بتاعي ككونسبت هينفع ولا لا، اشوف الابروف خدت ابروف، نعمل البريمنت ديزاين، نشوف الفاينل ديزاين.
خلصنا الفاينل ديزاين، نيجي بقى ناخد الباكج بتاعت الديزاين دي اللي هي البيت بقى، نشوف نديله الباكج بتاعتنا. يعني ايه الباكج بتاعت البيت دي؟ يعني بتشوف المواصفات بتاعتك وكل اللوحات بتوعك واي حاجه ليها علاقه باي حاجه بالسبيسيفيكيشن بتاعتك، لو حاجه عايز يستخدم حاجه معينه او الكلام ده، بنشوف الباكج بتاعتنا دي. بعد كده بنشوف الحاجه دي كلمه، نعمل ريليز للبيت، نشوف البيت بتاعتنا. عملنا ريليز، نعمل بقى اعلان بقى للبيدرز بتوعنا، نديهم ان هم يلا يا جماعه تعالوا علشان نشوف اللي احنا الكلام ده، ونحدد او نحدد مين اللي هيجي العطا بتاعنا في دراسه العطا والكلام ده والحاجات دي. الكلام ده تمام، نحدد ميعاد الناس هتجمع مع بعضيها، وعلى اساسها نحدد مين المين كونتراكتور اللي هيشتغل عندنا. حددنا المين كونتراكتور، ندخل في مرحله بعد مرحله البلاننج ومرحله الكنترول. هو انا بعمل بلاننج لايه وبعمل كنترول لايه؟ قلنا احنا تقريبا بنعمل بلاننج لكل حاجه عندنا في المشروع، بنعمل للديزاين والدراونز، بنعمل لها بلاننج، الريسورسز والكوميونيكيشن. نعم، بيت دي اللي هي العطاء. عارف انت المناقصات، المناقصات والعطاءات هي كده تبع المناقصات والعطاءات كده يعني. تمام، بيقول لك البيد والتندرنج، يعني البيد دي المناقصه، التندرنج بيجي العطاء نفسه، بعد كده الكونتراكت اللي هو العقد. تمام، يعني انا باجي اعمل العطاء ده او المناقصه عشان يرسى عليك، اعمل مناقصه عشان يرسى عليك العطاء، بس عليك العطاء كده انت دخلنا في مرحله الكونتراكت، نوع العقد نفسه. طيب بعد كده التايم، بعد كده بنعمل بلاننج للتايم، الكوست، البادجت، الكواليتي اشورنس، الكونستراكشن كونتراكتس بتاعتك، الريسورسز، موبيلايزيشن في الاول خالص، الريسك، كل الحاجه اللي ليها علاقه بالمشروع بنعمل لها بلاننج. طب الكنترول بقى، نعمل كنترول على السكوب بتاعنا بحيث ما نتعداش السكوب بتاعنا، للكوست بتاعتنا، للريسورسز الموجوده، للكواليتي، بنشوف الايرنت فاليو بيرفورمانس بتاعت المشروع، نعمل كنترول على الكلام ده، السكيدول بتاع المشروع. فنيجي نعمل كنترول للحاجات اللي هي ليها علاقه بمرحله الكونستراكشن بقى، واللي انا اطمن ان انا حققت البلاننج بتاعي مظبوط. تمام، طيب الميثود او الـ 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 او الـ او السيستم للدليفري بتاعتك، البروجكت دليفري بتاعتك، في انواع كتير احنا مش هنتطرق ليها دلوقتي باستفاضه، بس هناخد حاجه كده بسيطه، اللي هو لو انت عندك الترادنشال الديزاين بيت بيلد العاديه والفاست تراك. الفرق ما بين الاثنين اللي انا باجي في المرحله الاولانيه اللي هي الترادنشال التقليديه العاديه، باجي اعمل الديزاين وبعد كده بعمل البيت وبعد كده اعمل الكونستراكشن. اما في مرحله الفاست تراك، انا بعمل الديزاين وانا وشغال في الديزاين بعمل الكونستراكشن، بدخل في مرحله الكونستراكشن. فاحنا بنعمل هنا سيفنج للتايم بتاعنا، بنوفر شويه من الوقت. يقول لك المشروع ده فاست تراك، يعني ايه فاست تراك؟ يعني المشروع بتاعك انا وشغال في الديزاين لسه لم يكتمل بعد، شغال الكونستراكشن بتاعي، اشتغلت مرحله الكونستراكشن. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. يعني حسسوني كده ان احنا مع بعضينا، يعني ما تسيبونيش. طيب الكونسترنت بتاعت المشروع، ايه الحاجات الاساسيه اللي بتبقى عندي في المشروع؟ قال لك عندك كوست، عندك السكيدول، السكوب، كلنا عارفين المثلث الشهير بتاع البروجكتس، الكونستراكشن بروجكتس، اللي يقول لك انا عندي احقق السكوب بتاعي بتايم معين، بسكوب بكوست معين طبقا لكواليتي معينه. وده اللي يقول لك اللي هو التريبل او الايرو تريانجل او البروجكت تريانجل، دي كلها مسميات لي. طيب السكوب بتاعي اللي هو الوركس اللي انا بعملها عشان اعمل ديليفرنج للبروجكت بتاعي، اللي انا هحقق البروجكت بتاعي ده السكوب، ايه الحاجات الورك اللي انا عاملها كلها عشان احقق المشروع بتاعي. الكوست ده ايه الريسورسز اللي انا هحتاجها علشان احقق المشروع والكوست بتاعها، يبقى انا بعمل كوست الايه للريسورسز اللي موجوده عندي. بعد شويه هنعرف، يعني ممكن المحاضره الجايه او المحاضره الجايه هنعرف ايه الريسورسز اصلا، ويعني ايه الريسورسز اللي انا بعمل لها الكلام ده. السكيدول بقى اللي هو التايم اللي انا بحقق فيه البروجكت بتاعي، احقق فيه السكوب طبقا للكوست بتاعي. طيب
انواع بقى السيكتورز بتوعك اللي بيبقوا موجودين في المشروع، يا اما عندك بابليك يا اما برايفت، يا اما عندك اليونيون ليبر او الاوبن شوب، او عندك الاورجنايزيشن او اورجنايزيشن او ميثود للبروجكت ديليفري، او التايب اوف ورك بتاعك نفسه اللي انت هتشتغله، او الكونتراكت تايب. مين بقى الستيك هولدرز بتوعك، او الناس اللي هم بيبقوا ليهم علاقه بالمشروع، او بيظهروا عندك في البروسيس بتوع البروجكت بتاعك من اوله لاخره؟ اتفضل. انفيرمنت ايا كان تخصصه هو اسمه ديزاين. بعد كده الجنرال كونتراكتور، وده الراجل بقى او الشركه بقى الكبيره اللي بتبقى ماسكه المشروع كله من اي تو زد، وبينزل تحتيها باقي الناس التانيين بقى اللي هو لو ساب كونتراكتورز او الناس الموجودين. الكونستراكشن مانجر، حد بيجي، ممكن يبقى شخص، ممكن يبقى مكتب، ممكن يبقى شركه زي ترنرز والناس دي، ترنر والشركات دي اللي هي العالميه، شغلتها ان هي بتعمل مانجمنت للمشروع، او ممكن يبقى شخص هو ده يقول لك ده الكونستراكشن مانجر بتاعنا، وده اللي بيتحمل الجزء بتاع الكونستراكشن كله. في السبلايرز بتوعك، مين الموردين اللي بيبقوا موجودين، ايا كان بقى انت بتشتغل مع مين، فانت بتجيب الحاجات بتاعتك، التوريدات والحاجات دي. الفابريكيتورز بتوعك، الحاجات اللي ليها علاقه بالفابريكيشن زي الستيل، زي الود اللي هي حاجات المباني والبيبان والشبابيك والحاجات دي، الحاجات اللي ليها علاقه يعني التصنيع بشكل عام، انك انت بتعمل مثلا الشبابيك على منتال ولا شبابيك خشب، الحاجات دي كلها دي اسمها فابريكيشنز. وبعد كده الليبر الموجودين، واليوتيليتي كومبانيز بتوعك، الناس اللي هم ليها علاقه باليوتيليتيز بتوع المشروع. طيب انا بقى ايه الحاجات اللي انا بتعرض لها، وعلى اساس انا باجي اعمل تايم واعمل كوست واعمل الكلام ده؟ بشكل عام في شويه حاجات اساسيين بيبقوا ممكن يقابلوك في اي مشروع، ممكن يزيدوا او يقلوا. اول حاجه زي الحفر، عمل الحفر والردم والكلام ده كله، والحاجات دي اللي هي سب ستراكشر سيستم بشكل عام. بعد كده عندك الحاجات اللي هي الستيل اريكشنز، الحاجات اللي لها علاقه بالكونكريت، الماسونري، المباني، التمر بقى، الاعمال الخشب والكلام ده، البايبنج، الحاجات اللي لها علاقه بالكليرنج، اللي علاقه بالدهانات، البراكتيكال، الميكانيكال، ايا كان، فيها كل حاجات من دول كلها. كل حاجه من دول بيبقى موجوده عندي في الجدول الزمني بتاعي، بيبقى ليهم تايم معين، ليهم كوست معين، باجي اتابعهم ككنترول. في الاخر الحاجات دي بتترجم عندي برضو لريسورسز. تمام يا شباب؟ طيب قبل ما نيجي ندخل في الجزء بقى بتاعنا احنا ككوست والكلام ده، في حاجات، الحاجه الاخيره بقول لك الديزاين دي بروفيشنال، دي بتبقى انت عشان تبقى انت بروفيشنال في الديزاين والكلام ده، في شويه حاجات المفروض انك انت تعملها وحاجات تتبعها وحاجات تتجنبها والكلام ده. لازم اشوف انا بعمل الديزاين، بشوف ايه الافيلبل للماتيريالز بتاعتك. انت ممكن تكون بتعمل ديزاين بماتيريالز، الماتيريالز دي مش غير متاحه، مش موجوده، فانت بالتالي مش هينفع، لازم اشوف الافيلبل للماتيريالز. وده بيجي معاها الجزء بتاع ممكن الدراسه بتاعتي فيها الفاليو انجينيرنج. الفاليو انجينيرنج ناس كتيره قوي بتقول لك ان هو كاتنج اوف كوست، هو مش كاتنج اوف كوست، وانت بتحقق فانكشن معينه بكوست المناسبه ليها. فازاي احقق الفانكشن بتاعتي في نفس الوقت تكون الكوست المناسبه، الاوبتيمم كوست وليس المينيمم كوست. تمام. بعد كده الحاجات الثانيه عندك الكواليتي للماتيريال بتاعتك، انك انت بتحاول انك تتجنب اي حاجه ملهاش علاقه بالستاندر. يعني لو حاجه ليها علاقه بالستاندر حاول على قدر المستطاع تتبعها. الكلام ده بنشوفه دايما في القطاعات بتاعه الاستيل، القطاعات بتاعه الحديد نفسه بقى، البارز بتاعه الحديد، بارز نفسه، الميتال بارز، السياخ الحديد نفسها والكلام ده، القطاعات بقى الستيل استراكشر نفسه، والحاجات اللي لها علاقه بالميكانيكا، الكلام ده كله المفروض بيبقى فيه حاجات ستاندر، ولا طبقا للجداول فنستخدم ايه. فنحاول على قدر المستطاع ان احنا نتجنب اي حاجه ان هي مش داخله تبع الستاندر. على قدر المستطاع اللي احنا نحاول نشوف ان الديزاين بتاع الاستراكشرز بتاعتنا يكون الاليمنتس بتاعته مناسبه على قدر المستطاع، ومناسبه مع بعضيها ومتماسكه. الديزاين بتاعك انك انت في حاله الكونستراكشن انك انت يكون الميثود اللي انت تتبعها والاكوبمنت اللي انت تشتغل عليها ان يكون الكلام ده مناسب ليك للميثود والاكوبمنت بتاعتك. طيب
الديزاين بتاعك تكون بتعمل مينمايز للليبرز بتاعتك على قدر المستطاع، انك انت تكون بتستخدم حاجات على قد ما تقدر تكون اقل عماله، تتجنب العماله فيها. فانت لازم تراعي الكلام ده في الديزاين. الحاجات تكون تتناسب مع الكواليتي بتاعه البروجكت نفسه، المعلومات اللي تكون متاحه ليك، التوكال ريسبونسبيلتي بتاعتك، البروديوس على قدر ما تقدر. يبقى الموضوع سيمبل، بلاش تدخل في الحاجات اللي بتبقى معقده. احنا بنشوف مشاريع كتيره جدا بتعمل لها ديزاين واو روعه، بس في الاخر مش هتتنفذ، او تنفيذها بتطلب تكلفه عاليه جدا، بتطلب ميثود عاليه، ممكن تتطلب معدات، انك انت المعدات دي تضطر تستوردها، او ان المعده نفسها في اليوم الواحد بدل ما انت تستخدم معده اليوم بتاعها ب 10,000 جنيه اضطريت تستخدم معده اليوم بتاعها ب 50,000 جنيه. في بنوصل للمراحل دي بسبب انك انت الديزاين بتاعك بيشتغل بشكل معين، محتاج معدات رفع معينه، معدات التنفيذ، الموسيقى اللي انت تشتغل بيها، الكلام ده كله طبقا بيبقى للديزاين. انا عشان ابقى ديزاين شاطر واقدم حاجه للعميل بتاعي يبقى كويس، على قد ما اقدر اتجنب الحاجات دي او اتعامل بالحاجات اللي موجوده عندي. لحد كده احنا تمام؟ تمام يا دكتور. تمام، احنا ان شاء الله من المره الجايه هنيجي نربط حاجتين ببعض ونشتغل عليهم، الديزاين بروسيس مع الكوست بروسيس. اللي انا باجي اجي اللي انا في كل مرحله من المراحل بتاعت المشروع لحد ما اوصل للكونستراكشن، ايه الحاجات بتاعتي، البروسيس بتاعت الديزاين، كل مرحله من دي بيبقى لها طريقه حسابات معينه في الكوست، فايه انواع الكوست اللي انا باجي اعمله. طيب لو عايزين نسال سؤال، انا بعمل كوست استيميشن امتى؟ والسؤال الثاني، مين اللي بيعمل الاستيميتنج بتاع الكوست؟ الاونر ولا الكونتراكتور؟ في حد قال كونتراكتور، في حد قال الاونر؟ حد عنده راي ثاني؟ الاونر بيحط الاسعار. طب ايه الفرق ما بين كوست وبرايس؟ يعني ايه كوست ويعني ايه برايس؟ الكوست التكلفه اللي انا هنفذ بيها، البرايس اللي انا هبيع بيه. البرايس الايه؟ اللي انا هبيع بيه. طيب في... لا لو انا بتكلم بقى ككونستراكشن بروجكتس، انا مش بتكلم على منتج انا بنتجه. اللي انت قلته على فكره ده مظبوط، بس ككونستراكشن ايه الفرق ما بين كوست ويعني ايه والفرق ما بين برايس؟ بالنسبه للاول يعني بالنسبه للاول ما بين كوست وبرايس، يعني لو انا عندي يقول لك البادجت بتاع المشروع، ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ نيجي لاول حاجه، الكوست بالنسبه لي هيبقى التكلفه بتاعت مثلا البند ده، البرايس بتاعه اللي انا هكسب منه، احط انا هكسب منه قد ايه. حلو جدا. اخر تكلفه المشروع كله مثلا 30 مليون، يبقى ده البادجت بتاع المشروع بمكسبي يعني وبالضرايب كله. كلام جميل. انت اسمك ايه بس معلش؟ عبد الرحمن اشرف. عبد الرحمن، ممتاز جدا. عبد الرحمن، البرايس بيساوي الكوست زائد المارك اب. يعني ايه مارك اب؟ المارك اب ده اللي هو بيساوي، كلنا نكتب المعادله دي لان انا مش كاتبها، يعني الكلام ده هتتسالوا فيه. يبقى البرايس بيساوي الكوست زائد المارك اب. المارك اب ده اللي هو البروفيت زائد الريسك، مكسبي زائد الريسك بتاع المشروع. هو احنا بنعمل اعتبار للريسك، انا ممكن اعمل حاجات للريسك، في مشاريع معينه بتحط لها ريسك 10%، في مشاريع ثانيه بيتحط لها الريسك بتاعها 100%. يعني تكلفه المشروع 100 مليون بتحط جنبه 100 مليون كمان. ليه؟ عشان حضرتك انك بتنفذ ده في ظروف معينه الريسك عالي جدا، ممكن الريسك يوصل 10 20 30 ايا كان طبعا طبيعه المشاريع، فاحنا مش هنتكلم في الكلام ده كله دلوقتي. البادجت بقى بتاعي، انت بيجي يقول لك انت والله يا باشمهندس البادجت بتاع المشروع بتاعك 100 مليون او 20 مليون زي ما كان بيقول زمايلي. ده البادجت بتاع المشروع. الكوست بقى انا هنفذ الكلام ده، احاول ممكن يبقى اقل من البادجت او اعلى من البادجت. بعد كده لما نيجي ناخد مع بعضنا الكنترول، الكوست كنترول، هتلاقيه في حاجه اسمها ايرند فاليو ميثود، انك انت بتقارن ما بين الاكشوال كوست والبادجت كوست بتاعت المشروع، البادجت بتاعتك، بادجت بروجكت بتاعتك. فاحنا ازاي نعمل كنترول على الكلام ده؟ فبنشوف المفروض انا كنت اصرف ايه وانا صرفت ايه اللي انا صرفته وانا المفروض اصرفه. تمام؟ ده الحاجات دي. طيب انا لما باجي اعمل
الكوست، وانا بعمل كوست الايه، ايه الحاجات اللي عندي اللي انا بعمل لها كوست؟ طب انا بعمل، لو انا عايز اعمل كوست مثلا، اعمل كوست ازاي؟ اي حاجه في المشروع، انا فعلا بعمل اي حاجه في المشروع، بشوف البند بيتكون من ايه. مثلا عندي بند خرسانه مسلحه، بشوف الحاجه، بنمسك عندي حديد، عندي خرسانه، عندي نجاره، عندي كذا، عندي كذا، بعد كده بس دي التكلفه بتاعت ده الكوست. انت كده بتتكلم ماتيريال، يبقى انا بعمل كوست للماتيريال. ايه تاني؟ وللعماله نفسها، الصنايعي يعني. للعماله يا عبد الرحمن. ايه تاني؟ للمعدات يا دكتور. والمعدات، ممتاز. كل حاجه هتتكلم، كل حاجه هدفعها بحط حسابها. طب بعد كده بحط انت حضرتك بقى كمهندس، انت فين؟ ما انت عايز تاخد مرتبك، هتاخد مرتبك من مين؟ من على حسب، شغال تبع شركه مولات ولا تبع المال في الاستشاري؟ ايوه، بس انت هتتحمل بقى يعني انت في اخر الشهر هتيجي تاخد مرتبك من الشركه. عايز يديك مرتبك، هو عايز يحسب تكلفتك. انت بقى كمهندس يوزع مرتبك ده، يوزعه فين؟ بيحط نسبة مثلا من المشروع أو خلاص في أي حتة بقى، صح؟ لا مش في أي حتة، بيبقى حاطط، هو بيبقى حاطط نسبة ربحه، وعامل تكلفة المهندس ده برضه في الحسبان معاه. حلو، هنا بقى يظهر عندي الحاجتين، اللي حاجة اسمها دايركت كوست وحاجة اسمها اندايركت كوست. مين الدايركت ومين الاندايركت؟ كل الكلام اللي انت قلته ده دايركت، ناس وما اعرفش، ومعدات وماتيريال والتولز وما اعرفش ايه، والراجل اللي بيجري هناك والراجل اللي جاب الشاي، كلها دول دايركت على البند ده. بس في ناس انا مش عارف احسبها، زي البروجكت مانجر والسيفل انجينيرز، الناس الانجينيرز، المكتب الفني، الراجل بتاع الكيو سي اللي بينزل الرازي فيك، الراجل بتاع السيفتي، الناس دي كلها احنا مش عارفين نحسبهم. دول بتاع البوفيه، الاكل بتاع البوفيه، ما انت مش هتقدر تحمل البوفيه على الناس اللي تحت، فانت بتحمله على البتاع ده. البوفيه ده ممكن تلاقي مثلا احنا عندنا مليون جنيه بوفيه، هتحمله على مين؟ المهندسين لازم يشربوا البند، هتحمله على مكتب البند. بيتحمل بقى دايركت، اندايركت سوري، الناس دي اسمها اندايركت كوست. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي بقى ندخل مع بعضينا ايه الدايركت وايه الاندايركت، ونحسب الكلام ده ازاي، ونعمل الكلام ده ازاي، وايه ال وبعد كده نيجي نشوف لو انا عندي بنود بعمل الكاش فلو بتاعنا ازاي. بعد ما نوصل لمرحله الكاش فلو ونطلع الكلام ده، نبتدي نشوف مرحله اللي انا اعمل كنترول. انا عملت استيميشن وطلعت الاستيميتنج بتاعي، طلع ان المشروع بتاعي هتكلف 100 مليون، انا بقى عايز اعمل كنترول على الكلام ده. نبتدي ندخل بقى في مرحله الكنترول. لما نخلص الاثنين دول مع بعضينا، هناخد كل اللي احنا درسناه ده كله ده، ونروح بقى على البرامج بقى، الكمبيوتر، نتعلم بقى الحاجات بتاعت الكمبيوتر، نطبق الكلام ده على الكمبيوتر، تمام؟ بس انا عشان اجي ادخل اقول على الكمبيوتر انا هشتغل، هنا يجي الفرق ما بين واحد مدخل داتات عادي، داتا انتري عادي، هو واحد انجينير، انا عايز اطلع انجينير، مش عايز اطلع واحد داتا انتري، انه ممكن اي حد من اي كليه ثانيه يعمل الشغل ده، تمام؟ فاحنا الاول نأهلك انجينير، وبعد كده تروح تتعلم بقى السكيلز بتاعت الكمبيوتر ابلكيشنز والكلام ده، تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. دكتور معلش، هو يعني النظري دوت يعني نفهمه بس، ولا نذاكره كويس بيجي في امتحانات وكده؟ انا عايزك تذاكر انك انت فاهم، مش تحفظ. مفيش هيجي سؤال يقول لك دشلي، مفيش، انك انت الا يعني انت لو في حاجه مثلا يقول لي يعني ايه البروجكت لايف سايكل، فانت بتشرح شكل البروجكت لايف سايكل اللي قدامك اللي احنا رسمناها مثلا، من ايه ترسم الرسمه دي خلاص ده كده تمام. قول لي مثلا ايه الفيزابيلتي ستادي، فانت بتكتب الحاجات بتاعت الفيزابيلتي ستادي، النقاط مثلا الرئيسيه والكلام ده. قول لي مثلا الفرق ما بين الديزاين بيت بيلد والفاست تراك، بترسم الرسمه اللي قدامك، تمام؟ تمام. ممكن تسال اسئله بقى ام سي كيو والكلام ده، ترو فولس بقى وتشوز والحاجات دي. فالكلام انا ما فيش حاجه انك انت تفضل ترغي، يعني انا الموضوع مش ان انا ارغي، انا عايزك تتعلم. هو البي دي اف ده ينزل لنا يا دكتور؟ طبعا. طب يا ريت. تمام. اخر حاجه نختم بقى بيها، ان الليرنينج بتاعتك ده مش سباق، حضرتك ده رحله، استمتع بيها زي ما انت عايز، بس طول ما انت بتتعلم
لازم تستفاد، مش بتساب، انت ما بتسابش احد. تمام، استمتع بالرحله عايز. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، ان شاء الله المره الجايه هنبتدي ندخل في الجزء بتاع الكورس وكده. لو في اي حاجه شايفينها واقعه منكم من الكورس بتاع تانية قولوا لي، نرجع نعيدها يعني نشرحها. لو في اي حاجه محتاجينها قولوا، احنا ما عندنا نقص في كذا مثلا، عايزين نعيد على كذا، بلاش نقص، عايزين نعيد على الكلام ده، عايزين نعيد على الكلام ده. فانت قول لي ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها عايزين تعيدوا عليها، وممكن نلمها في محاضره نعيد عليها. هو كله مهم، بس انتوا يعني اقعدوا مع بعض كده تناقشوا وقولوا لي انتوا محتاجين ايه. احنا مش عارفين حاجه يا دكتور، احنا مش عارفين حاجه من الاخر. طيب احنا ممكن ان شاء الله يعني المره الجايه ننسق، ولو حتى محاضره في ميعاد تاني يكون مناسب ليكم نعمل. طيب تمام، نحاول نظبط الكلام ده ونحاول ان شاء الله نشوف بتاع البلاننج اللي هو التايم سكيدول قبل ما ندخل على الجزء بتاع الكوست. ان شاء الله هنزل لكم. تمام ماشي يا شباب، اي حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ دكتور نعم، احنا ناخد